مرام القباطي طالبة جامعية وفنانة تشكيلية، اتخذت من الريزن فناً وحرفة لصناعة وتشكيل الإكسسوارات والتحف الفنية المختلفة. بدأت فكرتي بعملي بالريزن إنني شخصية أميل إلى الفنون الجميلة والرسم والتصميم، كونني شخصية كانت أمنيتي أنني أدرس فنون جميلة أو فن معماري، لكن لقيت صعوبات. لكن لقيت فن الريزن أنه بيسوي لي بصمة لنفسي وببدع فيه. كمان سبب إعجاب الكثير من الناس أنه تغذية بصرية لما تشوفي للقطعة أو الإكسسوارات التي أعرضها، وكونه حاجة جديدة وتمثل كمان الفن. تعمل مرام على أشكال مختلفة بمادة الريزن مثل الإكسسوارات والتحف والهدايا الزجاجية والميداليات وإكسسوارات خاصة بمستلزمات الجوال وفواصل القراءة وغلافات للكتب ودفاتر الذكريات. بالنسبة للأعمال والحرف اليدوية الظاهرة الآن في المجتمع، شيء جديد، منتج جديد، أعمال جديدة سواء بالريزون أو بغيره من الحرف اليدوية، نقدر نقول الدخيلة، لأنه زمان ما كانش فيه هذه الأعمال الفنية، وأنه الفتاة أساساً أنها تقدر تبدع وتتعلم هذه المهارات. الآن بالجامعات بدوا الفتيات يتفتحوا، يعني يعرفوا أنه في أعمال جديدة في إمكانهم، أنه صح بإمكانيات بسيطة وذاتية، بس يحاولوا أنهم يعملوا شيء من لا شيء. ونحن كدورنا كمجتمع أن نحن نشجع الأعمال هذه، نتعاون معهم، نشتري منهم. الريزن مادة شفافة تشبه الصمغ أو طلاء الأظافر الشفاف، ويطلق على كل مركب سائل يتصلب إما بحرارة أو تفاعل كيميائي، ويحوي أنواعا مختلفة، غير أنه ليس من السهل التعامل مع مادة الريزن بسبب طبيعتها الكيميائية الخطرة. الصعوبات والعراقيل التي واجهتها إنني كيف أقدر أوفق بين دراستي الجامعية وعملي، كونه يحتاج وقت ودقة في العمل. والحاجة الثانية إنه بالبداية عدم توفر المواد، لكن بحثت ولقيت صفحة بالفيسبوك للأستاذة فاطمة، وفرت لي جميع المواد ببوكس وأخذت عندي كورس كامل. وكون المادة خطيرة جدا تحتاج الحذر منها. يعد الريزن من الفنون التي تحتاج وقتا للتعليم والإلمام بها وإتقانها، والأهم من ذلك فهو فن إبداعي وسهل ممتنع، يتطلب فهما لمركب الريزن وتحديد الكميات المطلوبة بدقة وعناية. زبيدة الوجيه لبرنامج أضواء سهيل تعز.